اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله صلى UH الله عليه وسلم. مرنوتى كتابا أحكام العمرة والحج تابجو وأي حج في عمرة لا لا تلي أدب سفرة أو أدب إملات أو الري الدوت ليرة دي ديدمي تربة فرد أمني أدب وانجو يستحب خدمة المسافر الذي له نوع فضيلة جاري دبر باتشسان خادمون مسافرة صدر كابو نما وجي إمل تخانا نما توكو صدر نما كسي يو ربين إملاتي خيستي يو أو وجي إمل ربي سي تاسسي هنگا املا وجيرتا سان كادمون بريدا داجان وان كان الخادم اكبر سنا نمني تجاجل خن نخود نمت مسني اولي له خادمون بريدا آه لحديث انس حديث انس بن مالك قال خرجت مع جرير بن عبد الله جرير عبد الله وجي به جاء بن مالك إما لتك وجباني فكان يخدمني نخدم جريركم فقلت له لا تفعل أبو جرير نخادمني إيس أتنرى قدان تجاجلنا آخرني تخالط إيس انجئني فقال إني رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم أمة أنصارة أرجئ خنبي خنجتي وهجة وان قارين بالرتي هجة وان بريدو نبي الرتي إساني دلقون أنصارة خان آليتنين خخد ألا أصحاب أحد منهم نمتوكو خانصارة بكتكت ربي ولن نفده خادم ملين عيسو جيئتين خخطين نديسي جيدو غلطة انسار نبي في قد سن سنيفين خخطين خخون قبا جيبر جرير وكان جرير أكبر من أنس أمرت جريرتو أنس الرقودادا أنس نما عالماتي صحابة خيستي نما بكمادا دعائنا بمحمد قبو صلى الله عليه وسلم خادمة بمحمد محمد توري مطمسات فودو أما تساق القوتون نبي خادم يجيدو هنگا نبي الدنيا من عليه الصلاة والسلام خادمة توري إنه دينا قال را خاسي ينبغي له المحافظة على الطهارة نما إمالا خناف برباكي سادة طهارة إيجتون ودواخي إيجتون طهارة إيجتون برباكي ساد وعلى الصلاة صلاة الرت اللي إيجت وقتي وقت لم تجي مسافر آخر وقد يسر الله رب النولا في سجرا بما جوزه من التيمم وان خرانو قد رب سبحانه وتعالى أهرانو لا في سجرا تيمم خرانو قد يوبشان بشان لمن تيمم أنا كت أهرانو فإن لم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا رب سبحانه وتعالى السعيد ودء المسلم أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده طهوره ومسجده ونتين انتهرت في مسجد سلين اسمه برك نبي صلى الله عليه وسلم نمن مسافرا وقت صلاة إيقاتو رقبا وامبروتي هي وسمي يرو صلاة دبر سنقب والجمع جمع اللي رب نولافس والقصر صلاة ركافري قباب سنيه لما صلات اللي صلات ركافري لما صلات أما اللي صلات يرو إسرى يرو صلات توكتي في الني صلات عسري زوري تقفدو زوري عسري رتي أولد برسو خرانو قولنا مسافرات نبي صلى الله عليه وسلم وقرته وقفا يدد كان إذا عجله السير يو أملتي إسجي جرستي خرر جرات إذا كان على ظهر السير ديم سر إسا جرو صلاة نيجي صلاة سن جمع التاخير قد غرب ودت كبوتة يو أدو إسا قبتتا ودو إنن كاين صلاة ني اتجاه صلاة فول درا خطفوسا خرر صلاة أكلت صلى الله عليه وسلم أكاتا اه إتي جمع قنون وبره خنا على اللي نبني مسافراتو إيجا سفر جراتي حتى قبت اللي يو جمي جمى دراس في دتو في, في ندن صلاني صلاني جمى بودا تي جي سولي ندان محمد سلاني ولرا تي زوري في عسرين جمى دراتي او توس سلاني بودا في دوس سالاني لمانكو ولرا مغرب في شاين ولرا جم يغدو مغرب نمو ركان ساني شاين لما دنديز سبين أبو ليسان كابو بكم ربين كايا آتاو سلاح دي والي رأي جمعي قد مخلال لي بي بابا خي بابا خي يا نو جندان نوغا مغرب نگه آني بار جمعي قد مجان مغربا ايسات اسر راتين جمعي قد يرقال ما سلاح تيجي خجب مي قد يو مغربا دي تقول يو اسر دا خين دي سلاح تي رقال بمو هون تسي وان دي جي والفت كرو گر كرابي تبكتك ابا تري تم ولا دي <applause> تم هذه. هم برون ولا أفادته. اكما كتابه خنا ام قرانيت ام درا كتاب صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم خيمه الالباني سن قرانيت تر سغلي سا بربادتي نمي دگه فوزن دا كان مو ري ام من جير جير عالم بروتي اتي دي بينه نوتي وني بربانو ملوهات قاتو نياتا جنا بيدينه جي بربوخا ولن فدوان دغا فيتامي أنسان ليرا هذا سبب بخير وربه بخير سطول هذا دو. أني كوشا أم ما جيسني أم ما كباب الرافور أني فيلا <applause> أم ما نياتو تودي. ما زي سلا هجي فيتي أم ما خراسين تجيتو. وان كانت تتفيد تكرو كلامي. سنيس واي سلا هذا نكبه في أسرى ولنا تجمعين قوني. يا ربي في دخان دفنى يوغا خان قط عمرني إيه قال دوا. هنقوم خان سنيس الرئيسنا كتابه قدا شيء آدمي جرا

ربي سر هجالة وقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي نجي لرا دبرت النبي رواه أوديسا صلى الله عليه وسلم لرا قفامي دبرتوا ده الدوا أوديسا جرا دبرتوا ده خيسا إيران درج ميجرا خكا إشاراته دي وراه ديسا الدوا فذا ورا لكام برسيس النبي محمد صلى الله عليه وسلم برس لرا قفاتي برسيس قريته كاتي مي خدرج قفاتي خد منجود دو قفاتي خد إيران قفاتي مي خد دبرتي قفاتي, قفاتي, قفاتي برسيس أمتاتي دوبارتين سنبي راكراتي صلى الله عليه وسلم برسيسا نمو هندت الياتي برسيسو نبي نجي خجوء من نزل منزلا نمني بكتك قبتي ثم قال جي أعوذ بكلمات الله التامات ربٍ تمنغا فتا جي چوتا سا قوتو سا جي چون نخو قرآن جي چوتا ربي قوتو خير خيرنا كم لسن سنيني ربي خينجتي مغم فتا من شر ما خلقا هم اني امرائي ام مغم فتا جي بكتك قبتي لم يدره شيء والني تكهما ايسن حتى يرتحل من منزله ذلك هغباكسن الراس صوتيا فئه التجول املتون نمني ملت اوحل اكبر ماختي مغالات دفه هوتل قباتي اكاسيمي املتوني خراب بلا مخجلا ايه... بلا مخجلة سمخجلا بلا راري هيسب بلا بكومة ددبه جيفته بلي ganamaha alkan sadi afur yof de khara khana rabu la magala itide de mutunun di bakana masoda chiftu zikri tana tikara dua tana abadan wardiyan isa khanu ma je nabi sallallahu wani takka isan darar tuji hanga bakasan rafiatu tijechu khana qofal lemi namni galgalaje chana wani tak isan tuitu nabi sallallahu alaihi wasallam نبني قويا غنم جيت خانة جي هان قادون يتوتو سنتو تكسن تيتو نبي صلى الله عليه وسلم نبتي كده ما لقيت من عقرب واي وان إذاك إجبون نقود جيك إجبوش إني نيال والله لو قلت سلاجتة قال قال ويترفو ديم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم يتلمان كان الرب توارديان كي خاندو أبداً قل يا خانا خيزة ونتكسن تويتو جنبي عليه الصلاة والسلام كرا نجرم ننجينا جلا مرا كرا أبداً ونتكسن تويتو نبي تجا عليه الصلاة والسلام أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق من شر ما خلق أخاني بيتا شر ما خلق وجان بنين سمك وفاستي ملتين شر موان دجيتنا خيزة جروهن دا شرينا ما تاتي تجني في انسي تاتي توان بروت تاتي ارا ما كان فتو جي تشولا تلالي جانيني هون كتبات وان جاني بيتني تلالي لو تلالي قول انت يكره النزول نزول في قارعة الطريق خرا لك قبطون دوركان غاريمت ولك خران قبطان ركو يدو توكو خرا كيسونو خيس جيرا لما رواه مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سافرتم في الخصب يرو إملتان يروا يرو دكين قوفا دكين ايدا قبض إملتان فاتوا اللي بلا من الارض قال قود ساخن نف دكين راه ايدو يرو أوف يرو قوف نجرو يرو لين نجرو يرو خنا خيسه يو املتا حقا قال خنافي حقا قال خنافي يرو خناف قال لي أكا قالت لدي قودة صحافر أتو وإذا سافرتم في السنة يو يرو هونج يرو هونجي قهت يرو قهتي خيسة إمالتا يرو ونجاة نجري قالف بيلا داف فأسروا عليها السيرة دفع ديما بكنيان نجر اتهابو قال لي رب سبحانه وتعالى بها إما ربي نرك خيسة نبغو إخانا ربنا جي خيسا جلب بلتخانا رحمة قد اركبوها صالحة وكلوها صالحة اسي غاري دا اسي قام نسي قبطا اسي فيا قبدو فيات لا يابطا اسي بريد دو قام نسي بريد دا اسي نغيا قبدو قلت لا نياد بيلا دا وان افان بين تربي تجاجل خيسا جلت قد اتنا هميدنا آجاتو اكا غاري تبايئنان ور فردو گند خیس اری او خلا لال کی سکا گارت قنج آسانی فردت عورتا لبی گویا إني وافئو دت لبی نبرا خنا رد نیسا اسا گران سا قوف فیعت لو اسا فیاق ابو یابت لو عرستم و ایتا قبتا حلکان وإذا عرستم ويتقبا تنهلكن فاجتنبوا الطريق خرا ولك الرافقات فإنها مأوى الهوام بالليل خرا كون الكن بنين ساكبا خرا ولك كوباتين خرا راون كوباتين جيتو يربي أوميتون هل كان خرا رزق اللي خرا خنا الرار كتبك ريبا خنا ويو خرا خنا وانمني وابوسيس يو مخينا واد أيه واد جيسس لا اللي الكلات الكلام بنزين ده خرخنا خنا قبته أتي ركوف سات الباتا بنزل فر في بنزل نما إدو في بنزل نيا دد دون دا خرخنا الرتي ويا توف قبتنا عجاب النبي عليه الصلاة والسلام كأجيل فما جروف جرينيا صحابة ساعتي خن النبي عليه الصلاة والسلام ويستحب أن يقول في وقت السحر يروه رابا إملت خن هالكم فا إملان يرودو ادو امالانو اتحرام نگئي اکنا جا چونبا ما رواه مسلم عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا كان في سفر ويتا النبي نبي عليه الصلاة والسلام أسحر يرون هرابا ات يرون ابروت گئيس يقول سمع سامع بحمد الله نگئان نگئي فارو ربي خينيا فارسيني دقيان دقيان وحزن بلائه تولا ربين كيني سبحانه وتعالى نورتي اول انا ني ربين نورتي اول ويتا اسي فن دغيان دغاي نجي جاتو مال معناه شهد شاهد على حمدنا لله رغابان رغابه فارون تربي خيني فارسنه غودي ربين ينو نو <applause> ربنا يا قوي تاخين يا صاحبنا يا رب نوتيز صاحبنا كاس يا رب تيخخيت نوتيز وافدل علينا نورتي أولي عائدا بالله من النار حالي أبي. مقام فته النبي عليه الصلاه والسلام جيت خنا جاء جيت صدامي يستحب للرفقه في السفر ان ينزلوا مجتمعين وري وجي إمالو خرايو غا كوباتو ولتي دي هاتي كوباتو كابا ويكره تفرقهم غرغربهم غاريمتي لغير حاجة يوهاجان هاجان أكاستي غرغر إسام سام إسام مالي الدفاج أنيك ولسك أنيق أوباتو توغاري إمالتوني خيساو جيجيبا خرا إمالو لحديث أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه قال كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب صحابون يروق أبتا نبي وجي إملا يروق أبتا قار في خار أدى أدى لا ساني جرت خيس أدى ففجاني قبتا والأودية لغا خيساس لغا سقبتخون قار الرقبتخون قبة قبتاتران فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تفرقكم في هذه الشعاب خارة نخيستي أد فجأة بطون كيسا والأودية كان نخيست أدف فجأة بطون كيسا إنما ذلك من الشيطان ونخنه جي شيطانات أكل قبتين سخنة إيسا ويتقبت ولسكا قبتنا فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا صحابا سمبودا تكا قبس مدكا قبن إلا دم بعدهم إلى بعد قرين ساني قرين تمتاني قباتوا ماليجيكو نمني والبرجرو واني خران خران كون امو دقلا راري براح ربي خيسا هم تون تكالي يونا ما تلوفتي نمني بكتك جرو في نمني خوب آج إيسو تقومي نمني والقرقارو دانتا وانما مدتون بيخان خناف ولسك أني قباطون أن أنكم أكبر يدو حتى نبي عليه الصلاة والسلام ظاهرة جروف جرينيا خواسما ثم خنا قفا صنتين إما لخيت اللي صحابان سا ولدئهاتني أكا قباطا أجاجا أكا والقرقار في حالي توكو توكو نمن خوب آجرو واني بيخد رواه أبو داود السنة في كيفية نوم المسافر امتي مسافرات او ايمال ايمالتون تو كيو ما رواه ابو قتاده قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان في سفر نبي كينيا او غا فعرس قبته كما بريسا خنا عرسا كون قبس قبتان كان فعرس بِلَيْلٍ اتجع على يمينه مرغا سراتي رافجت رفا توبا هل كانوا قاتي جيتشو إذا كان في سفر فعرس بليل هل كان كيسه يو قبا تشوفة بوقا النبي صلى الله عليه وسلم إن أتشا مرغا راتي نبي عليه الصلاة والسلام هدو يريمنا من انجفتوان جانب وإذا عرس قبيل الصبح يو يرون نبي و واتقصوا في دراتي كما بري بسبيح وسبي صبيحو دفواتي القافه نسب زراعه هركسه دم مساخنا دم بيتنا كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم وودع راسه على كفه شن اتخى الرمتا خاتيا كان ان كبو قتل لانه يوجينا خلفان صلاه صبي خلال ندبر تشوف النبي صلى الله عليه وسلم اركم خلال راك لا جاجا ندب ويا تكون مل تراني النبي عليه الصلاه والسلام

أنا تكا ما رأيت هريبا أك خنا رب تكا حياة خيانة نقرد أيا خامي تكو بكتان النبي <سؤال> صلى الله عليه وسلم نبي ندونا من تيتو صلى الله عليه وسلم بيت كو بكتان راكسي آسي نو بك شيطان ات غفلا نو قرد سنة جاني تكو كراكسي سيكاني أزانني سناني صلاة مي اكاما مي أكو ما سبي يروتان صلاة مي كذو كذي أكذي صلاة نبي عليه الصلاة والسلام نما بتجا أكا خيا خيتي خناف باري قال العلماء نسب الزراعة لألا يستغرق في النوم هذه هي نوقف السران علماء أني واني أكسي أركا أكه إسا إنجفتي صلاة سبيد دران دبر ريفي جنين صدومي السنة للمسافر إذا قدى حاجته أن يعجل الرجوع إلى أهله وقاها جاسا فتتنا من كو سنن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ده دفيقة مورة ساتي بوجود عريفة ولدت في فيديو وادان داري دبيتش دي رسول سنة حاجاتا ويتا تمرتي دي بوك لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب سفر مراتك تعذاب الراتات يمنع أحدكم طعامه وشرابه تقوخيسا نياتا ساد أورك رقات اللي أورك هربا أورك هربا فإذا قضى أحدكم نحمته تقوخيسا هاجاسا ويتلم سب سفر سرى فليعجل الى اهله ها عرفتو غما ورسا جي نبي عليه الصلاه والسلام املتتني اكما فلي واتاتو املت ولي الرحم تو ذا بلا دور املتزني ميلا في يا بي في غانغيتين ويت املمتو غالا ادول فاتو لا خران كيس املني لين الفاتا دا اكيتي بولاني لين الفاتا دا اكما أما سلا قنانين ما فكاتو هنا نتأيارا إمالي مركبا إمالي بابور رفا إمالي سلا إملتي يرون أرر لافت انجرتو بي يرون أرر إمالتي لافتو لجان انجرتو دو أكن وجه إمالتي أوان أفيس نفو خيس داقب دي جيني وانا الكنيبي يسجان انا كلامي امالتي تونغيزو ما هوندا وانو في اوف كيساكابي الريبا نوا دور كوستاهي نياتا ليس الأوركوبا لكما ترتون لكما إمالتي تي ترتون وأنا خلون دي ستة دفا من يعرف نمني عرّا فيكي برغل غلغلو يوهو تربان كنا فيدي تربان دفو غلو خلافا تاوني مالاتو لكما إمالتي سن ديراتون مو إيبان كنون دي سرات دفا وقا هاجا في تتن دفا غرا منا دي بياج عليه الصلاة والسلام واحد جرا خبرا ما تي جرا جرا مسؤولية أو واجبة هدو منا ديفتي برا إيمال تجيرة درك إيمال شيء ما تأخذ إيمال تسون دفع كرا السنة أن يقول في رجوعه من السفر سنة النبي صلى الله عليه وسلم نمتجي وقا إيمال الرادة بي أكنا جيت ما ثبت في حديث ابن عمر وان حديث ابن عمر كيف نبي كي عليه الصلاة والسلام كان إذا قفل من غزو حج أو حج أو عمرة يقا إما لحجٍ الرأس ديبي أو إما عمر الرأي أو إما دولات كرأ ديبي يكبر على كل شرف من الأرض دكي ألفو أمته الله أكبر جاء وني يقا بباني أبو إمال توتات دكي ألفو الله أكبر أو وقصدي ثم يقول لا اله الا الله وحده لا شريك لا. له حقا قبر من اللهم لا يجر توكيت ابادا ساعهتي له الملك وتم والدعاه ساعتي وله الحمد وهو على كل شيء قدير يتخرج إيه ذكريتا آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون دعايوه يقف يكفسريت ري الدعايته صدق الله وعده رببا إلى مساجوته ونصر عبده قبل في تمس أفبان النبي عليه الصلاة والسلام يقول وهزم الأحزاب توت كفارا تسلى الإسلام ما دي جود فتسن خبأ سارب بين دية بق أشي س ذكرتنا ذكرها يقع سفر يقول ذكرت رجع جاي برابدي أنا ناس رضي الله عنه قال أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم النبي وجي أسقر قال لي حتى إذا كنا بظهر المدينة فول مدينة تاني مدينة فول فول دورتي أقرر فول مدينة لا قال آيبونا تائبونا عابدونا أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم لوتي قم بيتين يا ديبي أورا taa'i buuna dogogora keenya hunda raawu gama rabbi keenyaa deebi'oon towbatoon caabduuna rabbi keenya gabaaroon rabbiif bullei rabbiif oggollee rabbi keenya gabaar li rabbiinaa xaamiduun caabduuna li rabbiinaa li rabbiinaa xaamiduun rabbi keenya faarsoon. فلم يقل يذل يقول ذلك نبي جت خنا إرد الدي حتى قدمنا المدينة هم مدينة سنتجي أنس بن مالك رواه الإمام مسلم ذكري غايم إملا جلنيت خيسا أوجا عند يستحب إذا قرب من وطني هو ستيات سديات قبسم أي بعث إلى أهله افدورا غما غندا ارغودا كبا ما يخبرهم نما دفساتهم زمان دي زمان دوري تليفون نجيرو وني تكلينو نجيرو تو كرو كرامي يا كدي غيا دا ولا نولو دا ولو لستاتو اكا قال لي نما همو افدورا ارغوم بريدال لالا يقدم نمني مالا راغالو يقع بيقب صمساء ميلا ميلة افدراء ارقوك باقم قندساء رفاج جر جيتشو خهمو مالف اكا هتتمت منان رفنيف فاذا كان في قافلة كبيرة يو قري امالتوته الدوة مو واشتهر عند اهل البلد وصولهم جروخني أرقلان جيتون وربي يرت برا كما بكما دبرت ورجان دابرت ووقت دخول ميران إنسان جند سينا اللي كما كفاه ذلك عن إرساله معينا نما بكما تكو إرجورا خنوني جاف جتون يودو في كما ته. أمو والنجاب دون أكنومات دينجتا هتتمت لفيا في كان لابن من جيشون. ما لسببانهما هما يا رب في لي خنا الليمي يكره أن يترك أهله أروقا هل كان قلون برباتي سادامي نمني لا توري جيتون نمني لا توري توكو هل كان قلون غاريمي أكنا ما واقادو يواو أو دامي أو كلامي توكو

وهو أن يقدم عليهم في الليل روك أجتوه أن تؤكده بل السنة سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يقدم أول النهار قم قنما خنا ويا قم درا خنا قلودا وإلا يوحسن إسام بجاوين ففي آخره قيا قم بودا جتوه زوري درا في زوري بودا جتوه هل كان إنجلينية إنقلينيا مالف لحديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم نبي كنيا محمد لا يترك اهله ليلا هل كان ينقلوا ورثت وكان ياتيهم غدوة غنما او عشية يوا سَفَيَةً قال جيتو سا اسري داخنا جيتو امام البخاري ومسلم وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أطال أحدكم الغيبة تكون كيسا نقفا قوتوري إما لا توري ببولي توري إماما فلا يتركن أهله ليلا هل كان ينقلي ورساتي جاي إما لا ترتجر تا جند اللي نفتاسك وبانقبو إرى وهي هران اللي وكرابي مال قطعا عند خنا غير غير إيش زميل كاي يروكان هاروفته وان بيرو إيزي وان سريع كيجو إيراني نون جرو يوفيده كنا وكلامي هل كان كنا نمر في الوفتيات وما غير قوته هلاد داونو بليسو فودا ومني خون منا خيتي بليسو نما منا خنا خيتي جرو ليه حكا خني في نمني أكا كبا أكانين غلا أما ما قام واتين كنون جرتو سلا ساعات وجد دا دا يدمي أفر تليفونا ركونتون أم ما نما متاع جبات و خاتلفون ما وراد ألفات يوتا مالي بن وجر نما يدو غلوان فردا غلا غلا ويا جني بار أكنا خلنا نقرأ شو هم بلابي أكاكا بيتي أركتو قطاف جيجي يوم كان أما ركنتون هفلا تجرت الحمد لله رب العالمين كرو وكرامي رب نور على في سجرد وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي كيني محمد نيت اورك أَنْ يترك الرجل اهله ليلا اكن ورساتي ورثتي الكانين قال لي مالف حتى تَمْتَشِتَ الشعيثة هم اكفل توف ان تلتمتان ارتي ولو جودو وكرابي لو من والف بتاي تتاب بتادو كلامي اكد ان ما اندليته بعد ونم معروفون درو ومرغان سلغبته غنيتوا حفر سنتوبا غير كلامي ما تاخذ الليري فين سخلر لي فيراتول تشول ابو تو سلا ان ننجرو على باسا جاني وسني تشي كلامي وجتي agandale asangjecmamaatu ieta akka filatuuf intalti mataan irratti buuiita je sha isa jechn kun mat jinfilala toko a filin siirra abatee uninu walgubbaan be toko tiko malek amma ashinataya ufe rabbiaa mobarkaifila aminilelat وتستحد المغيبة أكاك القلية فتو خبوبا رفنسا هي مونتاني سن اللي كان كلامي أكاك القلية جارتين جارسي بيران جيري نعم نيوك جارسي نعم وانا جيري واقنا هندا لاش قول إيه تو مالاتو أتي كان كانت أفتيقا ويوجد تمنى خلا ترتيب نخون توكو ترتيب الرنجر أما راكو سيتو قبا خوني ما تيجي دوتي مال في أتي جد ركوا في توكو هذا من أصل اللي مفندون تبي ده كم نمني أكنا أجب سانة ماتي سينا وان توكو أني ما نمت <متحدث> يوم ما لا في خنو يوم بدي ما لي جارتي ما دي ميت. نبيت عنا ما خنا عمل سانة بيته مسكين. دوبان يدوف تاعي دوم بيني ما أدوس إنك يدوف في دوفو لبوي. إيه مسكينة والله أما أكاي خون بريدة أمي ركوت ما تيت أنا أوما ما أتيرون دكوب ما تاتين تيزو. ya borezo namna kono il kan wo karami ati khagadin tenye kan wo karawe ya borezo sa amale dufte mati tanallen digini rab shaati qato kulle mati tin umini yon kana mo wanni namman ha sawhun hal ka wala kale yote dufati injira alo amma ichi gaye je demte kha dum e khonun dira e

سنو أبو سجارتي صدّا أجيبتي ده كتير مرة ديمت دي. واهون دا واحد دوجلا هالكان نبي ركناك ألف من ما خيرنا صلى الله عليه وسلم يسن تلاك المسافرين إمال تودا خنو قيسان قلان أفهم بني سيماتون سنة آجان جول لي في نملي في را أفهم بني إمال لحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم من سفر النبي إمال الراجلي فاستقبله أغيلمة بني عبد المطلب جولة ورا عبد المطلب ما نبي تيجي تقول جولة ورا عبد المطلب تون نبي أفهم باته صلى الله عليه وسلم سمع تقول جولة ذي كبر فجعل واحدا بين يديه تكفوله يا بيسر جمد راه خنا خاي وآخر تكمو أفدوبا خاي أكزي يا بي كرر أنجم أنا جوتي النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك قال جال النبي براك عبد يقول جل نكسي أبا ملأ نبروا بروافان إمباته به جل يو أبا تي يو هاد تي يو أبليس تي رجال أفان وأريد أمو شيخا جنداتي في إمامه جندا جل نوريتي أفان باتي شيء يثنى بنا بار مالي فكسته ولا بي إمامني نزك دوري ميتي جل نزك دوري

جاني في يا برتان الذي سن متابر فدي خل أفضل خايه خل أفضل خايه هنگا خبودا بكها ودوت اكس قول النبي صلى الله عليه وسلم اگر تيما سنه دا ومن قبل ما مالغلي افام بوني وفي رواية قديمه مكه عمل فاتيحان قال فاتي مكه ان دوزن جولين فرا نبي افام باتي جنين وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي كان اذا قدم من سفر Tuluuqqiyyaa bisbiyyaanii ahli beeytii dhabii noqgaa imalarraa galee nagaya arraa'ahmin isaanirratti haa jiraatu joollee maatii warra saaniitiini afaan bayaan namni simataan jechuudha amma kan namaatti deeman tuluqqiyyaa jechuun kun. Namaatu joollee fuudhee afaan hin baha haratti hanga isaan odeessaan mana hin ga'iin isaan afaan hin deeman joolleedha. Akkuma kan tokko safararraa galee. فسوبيك أبي إليه عبد الله بن جعفر كان جا خجافر بن أبي طالب يبان أنا دورت نجاي سنجتو هموري بخبر دكتور جوهم جوان كل لابا زيد إذا ما نخنا إيه كذي جول لي نما نبم تبيك كراه كراه أبي عمري سرعت كواجه شمله جول لي وجهت نيدو كعور تبيك جرت جول نمينا ما وابي خبابا خير لا لا واللي جرت براتي اللي بين والله الله أعلم ati undanu jolle jette tu wango wamin tu ba. Wango <laughs> wam tamu zindi bayi tena ba. Abba fi hada fatu dai ma barja eh gize gari dogo gora vale jamanu ana geisan jela fasubik abi anan dabra mega mana bi dura ana geisan fahamalan ibei na yedehi dure san nakhai nabi sallallahu alaihi wasallam khona maga binar kat e دريسان نخاي ثم جاء بأحد ابن فاطمة جل فاطمة رانا ما حسني حسن مو حسين ولين أفهم بيانيني فأردفه خلفه أفدوبا خايسا أكره كلامي كرسي كما بودا فاد خالنا المدينة نسين سيس نتي نما يا بيت أكره وجيتني نبي المدينة نناك أيجدوه هذا رادو أما علم جعفر المادير النبي جعفر

او دعا راحلته غالسا لقلوسي سا نبي صلى الله عليه وسلم نسخ سخجاني غالسا وإن كان على دب يو يا بيبرو غالما لي تجرت الرجراتي تقو نسو مالف من حبها جالا المدينة راقب نبي صلى الله عليه وسلم دو جالة تغندسا دو قولي قفة دراء يا ربي مدينة جالا جزاكما كجالة كجالا او اشد حبا تقا اراؤن جالة جاكسما ارا هذا جبل يحبنا ونحبه قال رخ نجال تجي نبي صلى الله عليه وسلم نتل نجال نجي غار أهود باني السنة إذا وصل منزله وقاقن دقي أن يبدأ قبل دخوله بالمسجد القريب إلى منزله مسجدا من مسجد منسات لهات نمني قبل نمن إمالة ريقا لخون دراء دو منسان سنة مسجد إيقال قبل ركع لما مسجد سان صلاة القدوم جانيني صلاة إملا جلوتي ركع لما كتي صلاة لحديث كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر نبي نقا إملا راجل بدأ بالمسجد مسجدا إيجالاته فركع فيه ركعتين ركع لما صلاة ثم جلس لقى مسجد خيطاء النبي صلى الله عليه وسلم هم نام نيسا دبسو فلولين رفئيس سلامي سنبودا غممنا سادي من نبي عليه الصلاة والسلام نام ني اكنا گند يادي من ني مدينة ارق فرد سا قلوب سيسو خون سلا غمماتي غرو قبامي فيگه لكن نبي مسجدان ايغالا صلى الله عليه وسلم درا مسجد زيارة من نخوا من لا فامي من افي درا اساتت اي اي النبي نبي عليه الصلاة والسلام لأنه من خنر رائع مسجد خنا وجه تورتي جرتي قاز إملا توراني أكما ورر في يادنيتي بكا خنا يادن دورا بكا خنا وعن جابر في حديثه الطويل في قصة بيع جماله في السفر حديثة الأيرة تكو جابر كون كبا قالا تكو نبي غرغرة صلى الله عليه وسلم إملا الأيرة تكو هذه قالا دمبارا وان جندك بيتا قالا دي موندن دي فرد دي موندن دي قالا دي دي خنا جابر كبا أزمان ما بودا نمو قال لن ديمو نبي لتنوفي مالي بو جابر او قال اخرا نار قد دبي نا جابر غران سا غبتي قرشي تكل يول قد اني غورغورجي اني غورغورجي آه يا بس او قال قلت سر مالك سي خنا أما هانغسو يا بدو غلي جاني بو فوتي جابر ايه فول يا رغم ربي دبرمو سيبا فود يا رغم ربي سيبا فود ما ما دبرم فوني جابر ابا خياتو المان دبره الدوري سي براتوه. إلمان سنتي يون دبرا كيسي في دي ولود أباني نمني جو ليس مطاير رانا فلو لين إلمان مبا خياساني جيتشان نمو ماتكو ببولي هنچو فليك إمسي خا إلمان سنتي اللي مطا ولتنا إيه مسكينة والله إيه جابر والله أكامي إلمود أفي أبلي يني في يادون أنا ما نما خفاي كيف تي وريقما في إيلو في وريقما خفالي أكتنغ هديسة إيرا هديسة أنا اللي أنت أن نبي ندرا قال وقدمت بالغداة اني غنمان قال هو قام مسجد دف فوجدته نبي خين ارجع على باب المسجد ولا مسجد ابو أبدا فقال الان قدمت ابو ام قلت يا جابر قلت نعم ايه يا رجال ربي قال فدع جمالك قال تمدي فدو خط مسجد سيني ركال مسلاتنا انجيجت أرتاح اما جابري لي ايجل تشي قفامي صحابتي كسا خنل لين خط تدرو مسجد زياره قال ما صلاه جي ركاله ما صلاه تي قال خرن سن النبي صلى الله عليه وسلم مسجد ان يغلو دي فان كان القادم مشهورا يقول مسجد ملاغل خن نما غند حساب كما يقصده الناس خنمني اسهملو خنمني زدبس استحب أن يقعد في المسجد مسجد خيه تكوشا كاسي بكا أو في مكان بارز بكا ملأتو تكا نمافتائي ليكون أسهل عليه وعلى قاسديه إسافي نما إسا دبسو لف اللي أكا دب الله فتو مسجد تائي نما دبسي سنبو دقا ومنا ساديم وإن كان غير مشور يونما بيكماتين تراسو نمتو كل نوخا خجلوا لي ما قال تنجن ديم لي ما ديم تنجن إيه مسكينة والله ديمول لي ديم سال من أرجو قالوا لي قال سال أرجع ربي ورسن سنتايزين برخون أما نما جند خيسة واتا كان كفني ديموس نبني سندب ديموس نجيرا نمي أرجو نجرو ديموس ديم نمي أرجو نجرو ورايز بيكو وتراتي هون إيه مسكينة الرئيس أشاراتك ترا أشارة حاجاتك جند خيسة كبو حاجات تك جند بازو بكت نمني نمني نما ونما تجادل بويا اسد عبد الرقوس ملتي بل ابو ابو يسقط جت دوبا نمو بويا قباد اتمو يو دبمتس نمسك وقبض يو قلتس ايه مسكينه والله حكنا حنا يو توفيت اساس سما بيخ بابا سما بيخ وان كان غير مشهور لا يقصد خدمني صد دنتات

ولي يدو خطاجة خشرين لو يسيتيو توبة تكروا كلامي قبرو تربي خنمني تقوم بيني الله ملل لي قبرو تخن خيسة نو بجرا كلامي الله تخطات خيسة إذا وصل بيته ويتمنى ساسيني دخله من بابه منه لمن سينا مسافر لا من ظهر دو دو سينا ويجرا بيك تلافجا حديث براء بن عاذب قال كانت الأنصار أمني أنصار هجا هجي فجاءوا هج إمال هجي الرأقلا لا يدخلون من أبواب بيوتهم من ساني هلا ولكن من ظهورها هلا نمني هجي الرأقل هلا دوبا جبساني في من دوبا سينا دوبا مالف أب قاب أبو مقول إذا تو وانقول إيه بيها ربي سبحانه البيوت من أبوابها يا تون منا خليني جبساني سينون خيري دامي توني منا هولمان سينا ربين سبحانه وتعالى أتلينغا ورسان نوردو فيني منا خي هولمان سيني آياني و... وليس البر بأن تأتو البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وقت البيوت من أبوابها هو قامنا استحب أن يقول ما روينا في كتاب ابن السني عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر نبي نقا إمال الرقل من أساسين فدخل عليه أهله والرسالة دبسوا بتسينا قال توبن توبن توبا توبا كما ربي كان يا أوبن دي دراو در كما ربي دي لا يغادر حوبا توبا دوغو غورا توكونا مرة تنديف غما ربي دي بني جي تخنا نبي تنبو عليه الصلاة والسلام أجو مرة تي وعلى في شف جنة أما غاوان سفران خيسا باني دبين سفران إمام النووي اللي دريسني ديريسيني سفران نتي ديريسي بتجي جي واسد دمي ميكا غرا وين جيدو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا